السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة بيسأل إن هو لما بيعمل كولر في الليجند ممكن تواجه مشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن أنا بكون عندي روم واحد وروم اتنين وروم تلاتة، أو بدروم واحد بدروم اتنين بدروم تلاتة، فهو بيعمل له ليجند بالشكل دوت، بيخلي كل واحد فيهم بلون، وده طبعا مش منطقي. هو عايز يخلي ده زي ده زي ده، تمام. طيب الحل بتاع حاجة زي كده إيه؟ أولا نفهم بس الفكرة بتعمل إزاي. لو أنا عندي أي مجموعة غرف بالشكل دوت، اقدر اجي هنا من اركتكشر واقول له انا عايز اعمل روم، تمام. طيب بعد كده عشان اظبط موضوع الالوان ده، باجي من انوتيت واقول له كولر في الليجند، فبيبدأ يحط لي الروم ليجند. اقدر اجي هنا في اي وقت في اديت واقول له طب انا مش عايزها بالنيم، انا عايزها مثلا بالديبارتمنت. اوكي طيب، جابها لي كلها صفر لان الديبارتمنت لسه متحددش. احددها ازاي؟ ممكن اجي اعمل سيلكت على الغرف اللي انا عايزها، واجي هنا في الديبارتمنت اسمي دي مثلا روم، تمام. الغرف دي كلها بقت نفس اللون، ممكن اجيبها على دول كمان واروح مسلك عليهم واروح مديله مثلا دي البيدروم. على سبيل المثال فياخدوا لون تاني وهكذا. كل غرف انا عايز اديها لون مش من خلال الاسم، لا من خلال الديبارتمنت، راح مسميها مثلا 3-4 مثلا، تمام. وهنا برضو ممكن تروح معلم على اي غرفة، ادوس تاب عشان تعمل سيلكت، وتروح بقى ايه مختار مثلا نفس اسم الروم دي، انا عايزها تبقى باسم الديبارتمنت، فيبدأ يديها لون بناء على الليجند دوت، تمام. وتقدر تيجي في الليجند في اي وقت تقول له ايديت وتخليها مثلا بالاريا، تمام. ده ديفولت مثلا. ممكن تقول له باي رينج، ممكن تغير الفورمات لو انت عايز، او ممكن تقول له انا عايز من 0 لـ 20 مثلا وبدل 8، يعني تقدر تعدل في القيم دي، بالقيم دي مش ثابته، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز بالشكل دوت، تمام. وتقدر تختار من هنا اللي انت عايز اسميه، وول فينيش، نمبر، نيم، فلور فينيش، زي ما انت عايز.